من شروط الدعاة إلى الله نبيا كان أو وصي نبي أو عالما في الأمة أو إنسانا مرشدا أن تكون كاظما للغير. المؤمن قوي ولكن قوته منضبطة، إذا أراد أن يغضب غضبه تحت سيطرته. فكر في زاوية ساعة سنة كاملة تغير من مجرى الحياة، هذه الساعة كم هي مباركة. إنسان يدمن على المخدر وإنسان يدمن على التفكير، الفرق بينهما كم؟ وأفضل وقت للتفكر في هذه المعاني بعد الصلوات. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. هنالك حالة مذمومة عند أهل الدنيا، هذه الحالة قد تكون في الفقير وقد لا تكون في الغني، ألا وهي حالة الحرص على الدنيا. سيأتي في ختام الحديث الحرص الممدوح كلامنا في الحرص المذموم. الحريص يجمع من الدنيا فوق حاجته. فرق بين مؤمن الآن يدخر المال مثلا لمستقبل أولاده، ولكن في نفس الوقت ليست له حالة الحرص. الحريص يتشبث بكل الأسباب، الحريص يريد جمع المال ولو من الحرام، الحريص يريد جمع المال ولو على حساب ذل نفسه. في حالات الإنسان يطلب الدنيا بمهانة نفسه، يريد شيئا من غني من إنسان، يريد متاعا يذل نفسه من أجل ذلك المتاع. ويتفق أن المرأة تضغط على زوجها، الآن طبيعة المرأة تحب التنوع، تحب النعم الحلي والحلل، ومن ينشأ في الحلية هو في الخصام غير مبين، مضمون الآية. طبيعة الأنثى تحب التزين، المرأة تريد من الرجل أثاثا جديدا وله أثاث يكفيه، ليس له من المال ما يشتري به، يستقرض قرضا ربويا يقع في الحرام ويذل نفسه أمام البنوك الربوية، ذل في الدنيا وعذاب في الآخرة. ماذا يريد؟ يريد أن يرضي زوجته بشيء. الزوجة تموت، النعم مال الدنيا يفنى، هو يذهب إلى القبر في أول ليلة من ليالي الوحشة يسأل عن متاع اشتراه في دار الدنيا قبل 50 سنة. هذا المتاع رمي في المزبلة، رأيتم في المزابل بعض الحالات أثاث لا بأس به، هذا الأثاث كم كلف البعض الجهد والمال. إذن الإنسان الحريص له حال من حالات العطش تجاه الدنيا. قلنا هذا المعنى لا ينافي أن يكون الإنسان المؤمن ساعياً. أولاً المؤمن همه الكفاف، الزيادة عن الكفاف إن لم يكن يشغله يسعى. إنسان موظف يأتي إلى المنزل منهكاً متعباً،
إن اشتغل في أمر آخر كما يتفق للبعض يحرم المسجد، يحرم الجماعة، يحرم الجلوس مع زوجته وأولاده، هذا حرص لك راتب يكفيك، لماذا ترهق نفسك؟ ويتفق هذا الإنسان الحريص يتعب بدنه فيبتلى بالأمراض لا يتهنأ بالمال الذي اكتسبه، أراد مالا زائدا ليستمتع فقد صحته، لا سعادة زوجية ولا راحة بدنية، هذه عاقبة الحريص. ولهذا إمامنا الباقر صلوات الله عليه له تشبيه جميل، هذا التشبيه لو التفت إليه أهل الدنيا لردعهم، مثل الحريص على الدنيا مثل دودة القز، دودة القز هذا الذي يؤخذ منه الحرير، كلما ازدادت من القز على نفسها لفا كان أبعد لها من الخروج حتى تموت غما، دودة القز تنسج حول نفسها، كلما زاد النسيج كلما قلت الفرصة للفرار من هذه الشرنقة. إذن الحريص كلما ازداد توغلا في الدنيا كلما ازداد تشبثا، يقول حتى يموت غما. أمير المؤمنين صلوات الله عليه لو اتبعت البشرية، لا أقول شيعته ولا أقول المسلمون، لو أن البشرية اتبعت كلام علي لرأت السعادة. اتفاقا كثير من حكم أمير المؤمنين حكم إنسانية لا تختص بالمسلمين. أمير المؤمنين يقول ما أحسن بالإنسان أن لا يشتهي ما لا ينبغي، أصلاً ما لا يصل إليه لا يشتهيه، سيارة فارهة لا يمكنه شراؤها، منحل يقول الإمام صلوات الله عليه لا تشتهيها أصلاً، أخرجه من قلبك، لو بقيت مشتهياً للمتاع وأنت لا تصل إليه تبتلى بالإحباط. اليوم خيبة أمل، غدا خيبة أمل، وهكذا. يتفق بعض الشباب، شاب فقير مفلس من عائلة غير وجيهة يتمنى بنت التاجر المعروف في البلد، يرهق نفسه. إذا رأيت هكذا فتاة أيها العاقل لا تشتهيها، ما لك وما لا تصل إليه. إذن أمير المؤمنين يعلمنا درسا، ما لا تصل إليه أخرجه من قلبك، هذه هي الحكمة. قلنا في مطاوي الحديث المؤمن لا يذل نفسه للدنيا، يقول الإمام الصادق عليه السلام ما أقبح بالمؤمن أن يكون له رغبة تذله، لك رغبة أطفئها ولا تذل نفسك أمام الآخرين. الروايات البليغة لها في هذا المجال، بعض الناس يقول إذا وصلت إلى هذا المبلغ المالي أنام قرير العين، لو اشتريت منزلا ودابة فارهة أنا أسعد السعداء ولا أبحث عن الدنيا بعدها، هذا كاذب. الحريص فقير ولو ملك الدنيا بحذافيرها، هذا كلام أمير المؤمنين. في ختام السنوات الميلادية نقرأ في المواقع الثروات الكبرى للبعض، أرقام فلكية للبعض، لبعض كبار التجار،
هذا الذي يملك المليارات عينه على المليار الزائد، لو أنفق في كل يوم مبلغا عظيما إلى أن يموت ماله لا ينتهي، ولكن حاله حال جهنم. ماذا يقول؟ يقول: هل من مزيد؟ إذن الحريص فقير ولو ملك الدنيا. كذلك في هذا المجال الحريص فيه آفتان: أولا لا راحة له، دائما يبحث عن الدنيا، وثانيا لا يقين له، لأنه لا يرضى بما قسم الله عز وجل، يكلف نفسه شططا لما لم يكلفه الله عز وجل به. يقول الصادق المصدق عليه السلام: حرم القناعة فافتقد الراحة، وحرم الرضا فافتقد اليقين. ولكن الآن بحثان صغيران: أولا، الحرص مذموم إلا في شيء، في طلب العلم. قرأت كتابا فانفق، نعم ابحث عن كتاب أرقى من، كن حريصا. قرأت تفسيرا في القرآن الكريم، اقرأ تفسيرا ثانيا وثالثا، كن حريصا. الحرص في طلب العلم أمر ممدوح. وأخيرا، لو أن الإنسان ابتلي بالحرص أهمه الدنيا، ماذا يصنع؟ الإمام الصادق عليه السلام ذكر لنا حلا. أولا قال لأبي بصير وهو من كبار أصحابه، قال: أما تحزن؟ أما تهتم؟ أما تألم؟ قلت: بلى والله، ينتابني الحزن، ينتابني الهم، ينتابني الألم، طبعا في الدنيا. فقال إمامنا الصادق عليه السلام: فإذا كان ذلك منك فاذكر الموت ووحدتك في قبرك. تذكر النهايات، لماذا أنت حريص؟ فكر في الاستثمار الأبدي، هذا المنزل لا تأخذه معك. فكر في صدقة جارية. ثم يقول إمامنا، يذكره بحال الإنسان في قبره: وسيلان عينيك على خديك. يقولون أكثر الأعضاء وأسرعها ذوبانا العين، مادة ملامية شفافة هكذا تتلف بسرعة في القبر، هذه العين التي كنت تحركها في الحرام. أول ما ينتابه الدود هذه العين تسيل على وجهك، وتقطع أوصالك، وأكل الدود من لحمك، وبناك وانقطاعك عن الدنيا، فإن ذلك يحثك على العمل، يحثك على العمل الأخروي، يجعلك حريصا، ويردعك عن كثير من الحرص على الدنيا. انظروا للأثر، تذكر حالك في القبر يجعلك حريصا على الآخرة، لتعمر القبر ويجعلك زاهدا في الدنيا لئلا تبتلى بآفاتها. اللهم أخرج حب الدنيا من قلوبنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى رغبتنا. أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا، واردد إلينا منه السلام. والفاتحة مع الصلاة.
الفاتحة.